هو اليوم الرابع من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 21، وقد قطع شوطا من الندوات والفعاليات التي تستضيف كتابا عربا وأردنيين أيضا. اليوم معنا الروائي الأردني جلال برجس للحديث عن رواياته وأيضا عن إنجاز حققه بين الأمس واليوم، وهو أن أصبحت رواياته الأكثر مبيعا في جناح الدار الناشرة. إذن أرحب بك أستاذ جلال برجس في هذه النافذة من قناة المملكة من أرض معرض عمان الدولي للكتاب. احتفلت اليوم المؤسسة العربية للدراسات والنشر برواياتك التي حتى الآن ما تزال الأكثر مبيعا لدى جناحها. هذا طموح طبعا يسعى إليه أي كاتب، ولكن ماذا يعني لك هذا النجاح هنا على أرضك وبين أهلك في الأردن؟ يعني النجاح على الأرض التي ننتمي إليها له إيقاع خاص وله طعم خاص، وحينما نتحدث عن هذه الأرض نتحدث عن هذا الإنسان بكل أبعاده الإنسانية الجميلة التي ننتمي إليها. فبالتالي أن تصل الرواية إلى هذه المرحلة من أن تكون الأعلى مبيعا أو الأكثر مبيعا، هذه دلالة على تجسر الهوة ما بين القارئ وما بين الكاتب. هذا يعني اقتراب كثير من القارئ نحو الكتاب، وهذا ما نسعى إليه من وراء الكتاب. نعم، إذن لديك روايتان فازتا بجائزتين عربيتين، الأولى أفاعي النار وقد فازت بجائزة كتارة للرواية العربية، ثم دفاتر الوراق التي فازت بجائزة البوكر. لكن بين الروايتين ثمت رواية ثالثة وهي سيدات الحواس الخمس التي شقت طريقها نحو القارئ بنفسها. صحيح. كيف تبلي هذه الرواية بين روايتين فائزتين؟ يعني هذه سيدات الحواس الخمس بالمناسبة هي وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية، ولكن هي شقت يعني طريقها بمعزل عن الجوائز، ولو أنها وصلت إلى هذه القائمة في هذه الجائزة المهمة. أنا يعني إذا أردت أن أتحدث عن هذه الرواية أنا أتحدث عنها من زاوية جلال القارئ وليس جلال كاتب هذه الرواية. الموضوعة التي تطرقت لها هذه الرواية هي عمان بكل يعني بكل أمزجتها بكل تقلباتها، محاولتي لرصد مرحلة إشكالية مر بها العالم العربي، ولكن عمان كانت الأكثر تأثرا والأكثر يعني دعنا نقول مواجهة لكل هذه التقلبات. فذهابي إلى عمان بمراكزها التقليدية مثل جبل عمان، جبل الويبدة، بكل هذا التنوع الجميل في الأردن، أعتقد أن هذه الموضوعة هي التي ساعدت بأن تشق الرواية طريقها إلى القارئ. لن أقول جلال برجس، لن أقول يعني الأدوات التي يمتلكها جلال برجس، إنما أقول الموضوعة. نعم، يعني أنت يبدو أن المكان يحجز مساحة واسعة من البطولة في أعمالك. هذه رواية تتحدث عن عمان، هناك أيضا كتاب يتحدث عن أدب المكان ويركز ربما على مأدبة، هناك ما يتجاوز الحدود إلى القدس أيضا التي يرفع المعرض شعارها كعاصمة لدولة فلسطين. يعني كيف يتحرك المكان بالنسبة إلى القارئ طبعا داخل هذه الرواية؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه أي قارئ لرواياتك، ولكن كيف يقفز المكان ليحجز مساحة داخل روايتك في لحظات الكتابة؟ يعني أولا دعنا نتحدث عن السبب. السبب يعني هو عائد إلى مرحلة النشأة والتعلق الغريزي بالمكان، ومن ثم يعني قراءتي لعدد من اهتموا بأدب المكان وعلى رأسهم جاستون باشلر في كتبه الكثيرة، وأهم هذه الكتب جماليات المكان التي هذا الكتاب الشهير الذي ترجمه الراحل غالب هلس بالطبع. يعني هذه القراءة وهذا التعلق الغريزي، هذان العنصران هما اللذان يعني دفعاني إلى أن يكون المكان في رواياتي بطلا مهما ومتحركا رئيسيا، مما ساعد يعني كثير من القراء على عيش اللحظة المكانية. على سبيل المثال في رواية سيدات الحواس الخمس هناك مبنى مفترض، هو مبنى يعني ولد من الخيال، اسمه جاليري الحواس الخمس،
في جبل الويبدا في مكان ما. هناك الكثير من القراء ذهبوا إلى جبل الويبدا يبحثوا عن هذا يعني هذا الجاليري، هذا المبنى. أيضا يعني في دفاتر الوراق هناك من ذهبوا إلى عمان الشرقية وأعادوا استكشافها من جديد. ربما هي محاولة يعني كما حدث مع بعض القراء الإنجليز الذين ذهبوا إلى القاهرة بعد أن قرأوا روايات نجيب محفوظ وحاولوا استكشاف الأمكنة والمقارنة ما بين المكان في الرواية وما بين المكان على أرض الواقع. الاهتمام لدي بالمكان هو اهتمام غريزي قادم من المحبة ومن الجانب المعرفي. بالطبع يعني الإنسان يعني بدون هذا المكان للأسف الشديد عنصر ناقص كثير من الأشياء. فبالتالي أن يعني أن أردنا أن نتطرق إلى مسألة ما من خلال أي رواية بتصوري من الخطأ أن نقصي المكان. وحتى أيضا على صعيد الشعر أيضا يعني نرى أيضا في القصائد. كنت سأسأل عن الشعر على وجه التحديد، وأنت شاعر قبل أن تكون روائيا، ومن الجميل طبعا كما ذكرت أن عمان احتلت مساحة في رواية سيدات الحواس الخمس ووصلت ملامحها لنقل إلى قراء ربما عرب وليس فقط أردنيين، ولكن سؤالي عن الشعر على وجه التحديد، كيف تقرأ المشهد الشعري اليوم وبعجالة لو سمحت، كيف يبلي الشعر اليوم وكيف يواجه الفنون الأخرى؟ طيب بعجالة، أنا بتصوري حينما استقدمت الحداثة إلى العالم العربي أرضية يعني هذا المفهوم لم تكن صالحة، فبالتالي دخل تيار الحداثة وفعل يعني أو صنع هو كبيرة ما بين القارئ وما بين الشعر، رغم أني أنا من كتاب قصيدة النثر، هذا من جانب. الآن أرى في هذه المرحلة عودة إلى شكل جديد من أشكال الشعر فيه مواءمة ما بين قصيدة التفعيلة وما بين قصيدة النثر. إذن ربما فعلا هذه معركة الشعر الجديدة التي سيخوضها ضد القراء ربما بتمرد وضد الشعراء أيضا. جلال برجس، أنا أشكرك مجددا من هذه النافذة من معرض عمان الدولي للكتاب عبر قناة المملكة، شكرا جزيلا لك.